رمضان مبارك على جميع مشاهدي قناة الطليعة الفضائية، وهي حلقة جديدة من برنامج كورونيات. طبعا كثير تجينا مواهب جديدة، شباب موهوبين في فن التمثيل وأيضا الكوميديا تحديدا، كثير نعطيكم نصائح، يا رب أنه أنتم تخلوها بعين الاعتبار وأيضا يسجلوها بدفاتركم، بحيث تكون هاي نقطة بداية لكم من برنامج كورونيات. مشاهدين الكرام، أكيد حيكون وياي دائما وأبدا الدكتور كريم خنجر. مساء الخير والعافية عليك. مساء الخيرات على عديك يا سمير المبدع. شكرا. وتحياتي لكافة المشاركين الشباب الموهوبين اللي فرحانين بيهم جدا، لأن بدأ أكو تطور في أدائهم، تطور في أفكارهم. والكوميديا أذكركم يا شباب الغالين أن الكوميديا ترى أصعب الفنون. فعلا الكوميديا بإمكانك أن تبكيني، لكن ليس من السهل أن تضحكيني. والحلو بالموضوع ده يسمعون كلام دكتور إن شاء الله، يعني كل النصائح ده ننطيهم إياها عبر الجروب عبر البرنامج، ده أشوف أنه أكو تطور. تمام؟ يعني ما تدري شلع قلبك وياهم؟ لا انا مشلوع قلبي. انا اشوف بالله. انا مشلوع، انت مراقب يمكن الموضوع. لا اتابعك. متابعيني هم بس ما يخالف، فدوى لهم. بالتالي احنا غايتنا انه نوصلهم وايضا نعطيهم فرصتهم. خلي دكتور روح نشوف اول مشهد. اتوكل على يلا. اذا مخرجنا حضر لنا اول مشهد وراجعي لكم. اليوم اريدكم كل اسود بالساحه. اليوم اذا مو فوز اذا ناتكم اشلحها. ابشر يا ابوي الا ناكل ومكل. شو ما تعرف تسولف ولك؟ اولا شنو لك؟ ثانيا شنو ما تعرف تسولف؟ ميكي ميكي شنو حسابنا؟ كافي كافي يا ولد، شنو خلونا نركز بالخطه. هيبي هي هيا خطه تسولف عليها حجي. سيدي هاي طرق الهروب من البيت منع تجوال سيدي. ورايحين تجهيزاتكم وانتم وطوفكم ورايحين. وخرها عني. عفو سيدي. ورايحين وين؟ مو ممنوع تجول؟ والله مثل ما جاي نشوف، عندنا لعبة وجاي نجهز خطة. خطة لو طرة. خطة لو طرة. هي قادر عليها. عفو سيدي. يلا ولجي مشونا ما ضل وقت. وين حجي بعدنا قاعدين؟ قاعدين يا واقفين. وكنت مصر الشرطة أمك هم فرحت فيك؟ لا سيدي ضكت علي. يلا خذهم الحجر 14 يوم. ولا أكل ولا شرب، يلا خذ. يلا سيدي والله شبعان ما اشتهي. شبعان شنو؟ يلا قيتهم وخذوا من الحجر على السريع. يلا سيدي من ابلش؟ من الكبير لا من الصغير. اخ قلبه جلطوني. سيدي سيدي وقت تبدي الظهر سيدي. برافو عليك وشباب حلو، بس خطينا شو مع راشديات. اي حبيت؟ والله كلش حلو، بس هي بس من ناحيه الراجديات يعني كان يعني الدكتور كريم خنجر من الاخير اقول لكم يا شباب ما يحب واحد يعني الفاظ مو حلوه بالمشهد، ما يحب الراجديات الغمه الكذا، حاولوا تتلافوه. بس انت ضحكت ضحكت طبعا بدون شك. اقوى واحد بيهم اللي شبع راجديات مو بس اذكر الشباب الضحك مو هو نوصل الى حد القهقه، انه ابتسامه بسيطه كلش حلو. بعدين ليش يعني ما يحتاج تضربه؟ ليش تضربه؟ هو شرطي عاد لك انا وضعه المفروض احنا نبرز اكثر. كان بامكانك تسوي له غير يعني طلع صوره الضابط، انه الضابط دائما يضرب الشرطي يعني ما بشوف هذا، لكن كفكره حلوه انه الرياضي طالع فريق كامل، فريق كامل. والولد تلاعب بالالفاظ حلو، هو هذا التلاعب الحلو الجميل ايضا اللي أطى للمشهد كوميدي أكثر هو التلاعب والألفاظ. إذن بداية موفقة. موفقة إن شاء الله. مشاهدين الكرام، مدام الدكتور قال بداية موفقة، نتمنى كل الشباب إنه يسمعون النصائح. نروح نشوف مشهد آخر وراجع لكم. مو حظ يا داري. شبي؟ يا أول وين ما أطلع حظر حظر. صدق كذي؟ لا أنا مو ذاك. صار بي شيء من يفيدك؟ زيادة اللي يبغى يشكك وأنا وديه تقدر تمرن بالبيت. اسكت اسكت. حبيت العضلات مالتك. مشهد طبعا هو المشهد كان كلش طويل. تحياتنا المتسابق أكثر من مرة، يمكن سمعت البصمات مالتي بالجروب. نعم. يا بل المشهد مالتك هذا ما مقبول، حاول تغيره حاول تغيره. فاضطر تحياتنا للمخرج عمار الربيعي انه يقص المشهد اللي احنا ما نقدر نطلعه للعوائل العراقيه. فبالتالي نتمنى لك الموفقيه. هاي نعتبرها تيست لك.
نزلنا مشهد ثاني فما راح نعاقب عليه. لا ما نعاقب عليه بس لان عضلاته فيك وكذا. بس اشير الى المخرج عمار الربيعي، يعني عمار الساعه عمار الربيعي جدا ذكي ودا يتعب يا شباب بالمشاهد، حد يتعب بالمشاهد. الا ترى اكو مشاهد تطول ربع ساعه عشر دقائق وما بيها فد يعني فد موضوع. فلا تتعبون حتى نطلع اكثر حلقات لكم شباب، واحنا اعطيناهم فرصه من دقيقه الى دقيقتين ونص عمود، لا يتعبون. صحيح تمام. يلا هاي نعتبره تيست لك، اللي تزعل علينا وعضلاتك هم لا تزعل علينا. خلينا نروح نشوف مشهد اخر وراجع لكم. خويا ليش دافع؟ لا انت الدافع. انا ما بدافع يا بصدق كذا. انا ما بدافع. انا بدافع يا اخي، عادي 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 يا اخي، لا ما يصير هذا التصرف غلط. التزاحم والتدافع، عطشة وحدة عمت على سبعة من الجيران. تعيات لك كريم الكناني طبعا من محافظة ميسان. ذاك اليوم زعل من قلت له أنا من ديالة، ذكرته بوني ذكرت هو حلو متواصل، أداء جميل، أفكاره أيضا حلوة. شوف المشهد حلو والبرد اللي يم الباب عم يلغي الاضاءه اشتغل حل يعني بامكانيات بسيطه. بس انا ما عجبتني الايكو اللي حاطه للاولاد، دوخنا بالموضوع ما عرفنا. يعني استاذ سمير هذول الشباب يعني ارفع لهم القبعات حقيقه بسبب انه هو ما عنده انتاج. صح. وانا بوجهة نظري جوهر العمليه الفنيه صح التحول اقول دائما، لكن الانتاج مهم. دا يشتغلون بانتاج بسيط تمام، انتاج مال غرفه مال كذا، طلع لك مشهد يعني راح اقول منطقه المسرح الفقير. بس مع ذلك هم مبتدئين، بده ينطون اكو شيء، بده ينطون. مشكورين. بالتالي كريم الكناني مبدأ. كريم الكناني من محافظه ميسان، تحياتنا لاهل ميسان. على مود ليزعل علي انه قال ليش قلت لي من دياله، منه احنا كنا من العراق، دياله كل محافظات العراق هي بالتالي هي العراق، فكنا عراقيين وكنا نتمنى ننتمي لكل المحافظات والمناطق. تحياتنا لك يا كريم الكناني من ميسان. عاشت ايدك. شكرا على المشهد الحلو، نتمنى انه تبعث لنا مشاهد اكثر وتسمع النصائح. اهم شيء هذا الايكو كان كلش مزعج. ايكو متعبين. صح. تمام. صح. اذا مشاهدين الكرام نروح نشوف مشهد اخر وراجع لكم. طاح واحنا فلت احزامي الاسود ما لقيت، احنا طاح واحنا فلت احزامي الاسود ما لقيته. والله عندك سوالف ابو حسين، بس شو تسوي؟ نقضي وقت. ابوي الله يساعدك. هلا ابوي، هلا، عافيه عافيه بنيتي يا ابوي. اقول لك ابوي، ابوي اخوتك وين؟ بالبيت بس كابن طلعنا الساحه. لا يا منعول الاهل، شوفي ترحيل لحسين وتقولي له يروح يجيبه وما يجي للبيت وما يطب لي الا ما يجيبه. اي ابني بروح امك. امشي ابوي يريدك. بروح ابيك. امشي ابوي يريدك. بروح امك. امشي والله يكفي. امشي ابوي يريدك. امشي. هذا ابوي جبته. عافيه ابني، تعال قد هنا. كاظم وين كنت؟ بس العب طب العجوان، اروح غير العب طب شوي وضايق بدي اتعرف شوي وجماعتي. ابوي انت تدري حضرت جوال وممنوع. العجوان اروح. وكبويا لسانك هذا بطله انه سولف. بويا اقعد بالبيت وبخير ودلش، تحتاج اني يمك. مليت واجي بالبيت، شو اسوي بويا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وكوتاليها احطك برقبتي؟ ليش ما تحط برقبتك؟ يا عايشين ضايقين، وين نروح؟ خليك ببيتك.
تحياتنا الى الشباب الممثلين حلوين. بس حجي انت تقول له خليه كل يوم يتصل مو بالبيت زين بالحديقه، شو رايك بالمشهد؟ والله هو طبعا ما بي كوميديا، ما بي بس بي يعني بس تصويره حلو، اختياراته حلوه، المكان كلش مكان حلو. بس انا اسال حسين يعني هالسؤال واسال ابنه وياه يعني. اذا كل هالمزرعه عندكم كل هالخضار هذا وتحكون عن المكان ومحصورين، الله يساعد ابو الغرفه خطيه أيوة ابو المجتمع اللي حلو حلو مكانهم حلو يعني. هذا ايش يقول لي عاد اذا انت في المزرعه هاي تقول اني محصور. اتمنى ان تضاف صبغه كوميدي على المشهد هذا. نعم. واتمنى لكم التوفيق شبابنا المبدعين. هسه احنا المشهد كلش حلو، عشان يكون التصوير حلو، الرساله كانت حلوه، المكان ولا اروع من عنده. تحياتي لك يا ابو حسين. هما طبعا مو اسمه ابو حسين بس ما لحق، بس ما ينتبه الى منطقه البرنامج بعيده، فنتمنى انه تدخلون شويه بالكوميديا. تحياتنا لكم اذا المشاهدين الكرام، روح نشوف مشهد اخر وراجع لكم. اوف يا اخي بكش لك شلون الكورونا اللي جبنا هاي السالفه يا اخوي. يا كورونا ترى هاي مؤامره كونيه فضائيه. ايش كورونا؟ ايش فيك اخوي حمودي؟ ابو محمد شكو؟ والله شفت جرندايزر ما تفضل. جرندايزر خماسي قلت لك هي مؤامرة فضائية كونية، يعني هاي الدول اللي تكره بلدنا هي سوتها عم يدبروا الاقتصاد. ما كنت مرضى معاذ شنو كورونا شنو يعني كلاوات نزل آه. الحمد لله يا معود عبالنا ان شاء الله حقيقية يا معاذ. تحياتنا لك يا ملاذ من محافظة الأنبار. طبعا موهبة حلوة بس هو خطية ملاذ ما ماخذ فرصته. شو رأيك بالمشهد؟ هو المشهد حلو، نهايته مفاجأة حلوة، اشتغل ضمن الأصول الكوميديا، كان المشهد ماله جميل. هو الولد أيضا أدى أداء بسيط بس أداء كان واصل الفكرة ووصلتنا. ملاحظات ما عدنا عليه أنه ما مختار منطقة طويلة و... لا لا بالبيت، هو بالبيت. احنا الفكرة في البرنامج اللي يدخل بالبيت، وهذا البرنامج ايضا اتمنى من الاخوان المخرجين بالتلفزيون وبالمسارح ان ينتبهوا لها الطاقات الشبابية. احنا مو فقط نعرض لاجل العرض، يعني مو انا اعرض كرار او كفلان او سعد او كريم ديوان اعرض انه هذا مشهد، لا. مثل ما اكو ممثلين نجحوا بالكوميديان اللي قدمناه سابق، قدمته قناة الطليعة، الآن عطوا فرص كلش حلوة دا أشوفه بالتلفزيون دي طلعون دي طلعون لهم فرص. فأيضا أخوان المخرجين الأساتذة الطيبين المشرفين على المؤسسات الفنية أن هذول الشباب يأخذون بديهم لهذه المؤسسة أن يكونون أحد العناصر الفاعلة بها إن شاء الله. بالتالي إنه مشهد عجبك؟ لا الحمد لله شكرا. تمام، بس أنا ما حسيت إنه هو بيه كوميديا قوية، بس بالتالي حلوة المشاركة. بالعطسة مالته صارت الأخيرة. هي العطسة بس. إذا المشاهدين الكرام نروح نشوف مشهد آخر وراجع لكم. يا رولا شكرك حيل، سويت المعروف، خليت أشوف البيت وأمسح بالرفوف. زين أنت بس رفوف تمسح لي بيه؟ قمت أنظف البيت وأسمع حكي. من الحجر يا أخوي صرت أنا شاطر، أجلف وأنظف البيت وأغسل ستاير. تغسل ستاير زين، ما تدري بيه شاعر وشغل البيت صاير علي. الشعر هاليوم بالمطبخ يصير، عفت المنصة هناك وطلب شفاشير. كانت إذان الناس تسمعنا كلمة، وهسه مريت الصيف أصفن شقلة. من أنت تصفن هيك وترد عليها؟ أرجف سبع رجبات لو مر حجيها. لا هن هم طيبات صار لهن سنين، واجب علينا اليوم نغسل المواعين. سهل العبدك وعينه وعينه، الوجع أثر على قلبه وعينه، خطر كارولا يتطلب وعينه، الوعي مطلوب إذا ضاقت عليه. الله الله عليك يا كوميدي. ماكو كوميدي مسجله شعريه بس حلوه 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 والله والله. هي يعني فرحان بهذا المشهد جدا. اغسل المواعين زين. يعني الحلو انه قدروا يطلعوا الموضوع من خلال الشعر. الخواء البخه والبخه خصت لعيونك وكذا لان كل التعقيد. اي بس يعني اتمنى يطورون نفسهم في هذا المجال، ترى اصعب ما موجود مسجله شعريه وكذا وجود كاتب كوميدي. هاي هنا اكو ظهر موهبه الكتابه تمام والشعر صعب طبعا، وطوكيها بطريقه كوميديه، وايضا انه حبوا يشاركون.
دكتور اكو ضحكه بدافعك ما تقدر تضحك يعني المفاجاه الحلوه اللي مال هاي البخاخ على وش الجمهور على الجمهور حلوه كلش اي اي بس دير بالك اكو بيهم عندهم تحسس حبيبي يعني شوي بعد البخاخ تحياتنا لك مشاهدين كرام راح نشوف مشهد اخر وراجعين لكم الله اكبر وين ما تروح كرونيا 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 ما ادري كرونيا ما ايش اسمها والله ذبحونا في هالمرة الذبح مرض الكورونا البسكم اماط البسكم اماط عليكم الوقاية من هالمرض عليكم الوقاية هسه ما تقول لي شنو هي اخ يا ابوي راح اموت الى هالمرة كثني انا بخشمي خر موتني يا ابوي انا بشين هالمرض يا ابوي يدي رجلي ظهري والكرير صخام وصخام والكرير اش بيك شو مرض ابو مرض المرضك اقول لك ما ادري ايش بيه راح اموت مثل شيلته اول مره سيدي مره تاكلها ايش طن مال البصل مو كلمه البصل بروك مساي همره محسوبه على النسوان عليك الله وهذا هم مشهد ما افتهمت شيء من المشهد لا هو الشباب هو شخصيتي يعني الشباب يعني ما لا هو هذا واحد هو لا قصدي انه الشاب عنده طاقه كلش حلوه طاقه ممثل ممكن يصير ويتطور بس ليش لما يسوي المشهد ليش ما يشوفه هو يشوفه مبتسم متونس عليه او يزنه يعني حتى بس يصور ويدز مو هاي يعني الا احنا محسوب عليك نقطه زين جاتي هذا مشهد زين هذا وين الكوميديا بالموضوع فبالتالي نتمنى لك الموفقيه هسه ذاك مو مشهد مو بالكوميدي شفته بالخضار وبالزرع وطلع لنا الشاط يعني اعطانا صوره حلوه بالتصوير لكن هذا لا صوره ولا حتى بالصوت زين يا ابوي روح نشوف مشهد اخر اقعد بالبيت اقعد بالبيت مشاهدين كرام على قوله دكتور كريم خنجر خليك بالبيت المتسابق اللي فات خلينا نروح نشوف متسابق اخر ومشهد اخر منو؟ انا اسماعيل كلمة السر كمامة ارفع ايدك يمين يسار العب يلا العب يلا شنو هاي قول تفضل قول شي لا تفضلك استوني معقم البيت وما استقبل كل الضيوف خليكم مكانك هسا جيلك شنو ذني؟ هذا ست نعول شلون مخلص وقتك بالحجر الصحي؟ ايه قبل يومين أيه؟ عمل البيت كله على كنس وغسل وتنظيف وطبخ ندق الباب قمت ادور على عباتي وبعدين؟ وبعدين انام وارجع انام وهم بعدين؟ اهم انام واظل نايم احسن لك معود قضي وقتك ببرنامج بشغله يا معود يا برنامج انا من كثر ما قاعد بالبيت كتبت الخاص مغلق احسن لك إليك والأهلك خليك بالبيت يا أبا تحياتنا لكل شبابنا الموهوبين في كل المحافظات وتحديدا أسعد وإسماعيل الشعيبي من البصرة نعم. شو رأيك بالمشهد مالتهم المشهد هذا ممكن يتطور هواي طاقتهم يعني شنو قصدك إسماعيل الشعيبي أثر على أسعد أسعد يعني هو هذا المشهد اعتمد الممثل الأول على الحركة صح يزعل عليه إسماعيل بالبخاخ مال توطى حركة مبالغة حلوة لكن ممكن يتطور يعني مكان واقف على الباب يقول راح تجيك كرون دير بالك يوقع يروح الباب احتمال اسعد لي انقص شعره كان شعره طويل تتذكر يمكن زين اثر على الكوميديا شويه اساسا اكو ملاحظه صغيره نعم. فقط بهذا البرنامج يعني الشباب لما نقول لك مثلا هذا المشهد بملاحظات هواي لا يعني فشل بالعكس لا بالعكس هذا نجاحك انه انت جرأت وصرت قوي ومؤمن بتمثيلك مؤمن بدك وقدمته وطيناك ملاحظات وقدم مرة ثانية وحتى نعطيك ملاحظة إلى أن توصل نعم. اللي أنت تريده واللي إحنا بيده دكتور وذا ملاحظ أنه أسعد ومحمد اثنيناتهم هم فريق واحد اثنيناتهم من بدأ البرنامج لحد الآن كل فيديو ديزونيا أبد ما انتقدناهم كان مشاهدهم قوية حلو. بس شوي انتقدناك أسعد على هذا المشهد فلا تزعل علينا وأنا همات أحب أشتكي على اللي دي صنعون الكفوف يعني دي ينشقن هاي صار كم دي ينشقن يا سمير أنت على اللي ديت كبيرة قصدك؟ أنت تريده يشيك حتى تعش على أهل تشوفوه. لا والله هو انشق يعني. فبالتالي عمي منشق تمام هاي هيك موديل.
اوكي قول مديالي تاوية. اذا مشاهدين كرام نروح نشوف مشهد اخر وراجعين لكم. ما نطلع الكورنيش ناخذ مراكيننا ودراجاتنا ولا اختنقنا قاعد في البيت مخاف شطة الزمن. لا اظن بالليل ماكو سيطرة نقدر نعبر. يلا اخوي احنا نروح بيتنا حضرنا مراكيننا. يلا روح توك. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي ترار شنو وين تريدون تروحون؟ سمعتكم تروح على الكورنيش ناخذ ناقص صدق تروح ويانا. وين رايكم عم شو الوضع شو متزم؟ يا متزم مختنقنا قاعدة في البيت. انت تدري لو طحت بهذا المرض غيرها لكل طيح بسببك وانت ما سامع بالتعليمات اللي اعطتها وزاره الصحه وجمعيه الهلال الاحمر. والله يا تاي ما تعس علي انت. انت شنو ما شايفين تلفزيون ما شايفين الانترنت شفتون عن هالوباء؟ عما اشاعات طلعوها على مود ما يطلعوا مظاهرات. ايش بك علاوي انت ما ادري ايش قد 200 نفر تقريبا 50 نفر ميتين بهذا الوباء والنوب شايف وين يدفنونه بصحراء وقبر 6 امتار جوا الارض. تعصبك تحكي؟ انت شنو وين كنتوا نايمين ما سامعين بالتعليمات؟ هاك واحد والله تعليمات هاي التعليمات واحد وشوف التعليمات. اي والله عباس حكي صحيح انا خايف على صحته وصحة عائلته. الا وش بك شلون سحبت؟ عباس هذا موت شلون ما تريد نخاف بعدها ترخص ما اقدر اروح. ايش بك عباس ما تقتنع؟ ها صاحبك اللي اقتنع وراح وانت ما تقتنع ايش بك؟ شنو هالخرافات كرار؟ يا خرافات حبيبي انت ما تشوف هسه الناس ماتت والدنيا هاي شوف الحضر حتى شوارع ما حد يطلع بيها بس انت هسه احنا طالعين هنا حتى غلط هاي طلعتنا كذا غلط. ظل هنا حتى ما حد راح يضل وياك من جماعتك كل واحد عوفه كراي كل شيء تمام ما ثق ان شاء الله ظل بهالكذي يجي يوم تتندم على هالشيء يطيح بيك لو يطيح بعائلتك انت السبب بهذا الشيء كله وانا عايفك ورايح يلا ترخص. انا احسن شيء سويته انه عفتهم ورحت لانه كثير من الشباب ما يسمعون نصائح ودائما يردون يطلعون برا البيت يقول لك البيت خانقهم. بالعكس يعني لما الاهل شيء حلو والحفاظ على عائلتك كلش زين. يعني شو رايك بالمشهد هسه؟ هو ما بي كوميديا هو ما بي بس شوف يعني مثلا على سبيل المثال هم ثلاث شباب واحد قاعد واحد قال لهم راح اروح للبيت ممكن يصير كوميدي. هو يقوم يرجع لا اقعد بصفي هو يقول له بابا بدي اروح هو يقوم ويرجع فخمس مرات اربع مرات يوصلنا لحد يضحكني اخير شيء مثلا ينفض ايده يقول له مرتي احسن من عندك دخل اروح. يعني يقدر يتحول نعم. يعني الافكار حلوه افكار الشباب جميله جدا لكن خلي يسمعون هاي عن التقنيات لا قصر كوميدي هاي التقنيات يعني تقنيه التكرار كان ممكن يخليها هنا تقنيه ومبالغه كان ممكن يخليها نعم. فمبروك للشباب ممثلين حلوين لكن ما ينتمي شكلك عصبت انت دكتور مو اشوف ممثلين حلوين يعني ممثلين حلوين بس يرادلهم قراءه يرادلهم الكوميديا احنا بدينا حلو اي دكتور والله يخليك ريلاكس واهدأ كم داون لا والله بس بتونس يعني فرحان إذن فرحان بيهم وصلنا للمشهد الأخير فرحان يا رب يكون مشهد يضحك أريد هيك الدكتور يضحك من كل قلبه. مشاهدين كرام راح نشوف المشهد الأخير وراجعكم. إيكو هلا إحنا دولة رشيتة قاعدة وسكتة لا بينا حيل ولا حال هاي دول معفية أي ترد بالحيطان دول بعد ما تحارب بصواريخ وهاي اي تودي لك من هذا ذروق مال فار وتودي لك من هذا السم وتخليك تخليك تحير بدنياك اي ذبت عين فلاونزا الطيور وخلتها لا بشوش لا دي اي ما قطفنا لا لا لا, لا بعيجية ذبت علينا هاي مال شو اسمه الطاعون جريدية قامت تشلع بهدومنا ذبت علينا لايديز خلتها تمشي وتحكك بروحك ذبت علينا لا ذبت علينا جنون البقر لا خلينا بطايه لا خلينا هوش لا خلينا غنم لا خلينا صخور كلها قطفناها اي حس دوري يعني هذا المرض كورونا هذا كورونا تعليه هسه شنو بقى ما تقول لي ذب لعيمك ما بينا حيل هو هذا يقول لك هسه هذا يقول لك بالضيق لو ظل قحقح لوحدك التعاطس لوحدك اما ما بينا حيل احنا ناس فقره كفونا ماشيين الله عليكم محمد وعلي كفونا ما بينا حيل هاي الأمراض بعد أما هاي كلها تطورات مش مثلنا إحنا ناس بالضيم كش ما نعرف شو نسوي كل من يحط نقابه هيك ويقعد ويسكت والله كريم. تحياتنا لحمود البشوش شكله كوميدي يعني أنا متأكد حمود البشوش إذا يجيني وساكت راح أضحك فتحياتنا إلى إمكانية حلوة شو رأيك فيه؟ حلو اشتغل على اللفظ وعادي اشتغل حلو على اللفظ وكان مبدع جدا نصيحة حلوة نصيحة واسترخاء جميل وأداء جميل وربي حفظه إن شاء الله كاركتره حلو كاركتره حلو حتى الميك أب المستخدمة لا ما أظن بس الأزياء إيه زي يعني والشكل محمد البشوش ما يرحم له الميك أب أتمنى له التوفيق له والزملاء وألف مبروك
فيديوهات حلوه كانت جميله، وشكرا لاختيار المخرج، واتمنى ان الشباب الغالين ان يبعثوا لنا بفيديوهات تدلل على مقدرتهم وامكانتهم في هذا الفن الصعب. نعم. فن الكوميديا. ودكتور اهم نقطه، الحلو بالشباب المشتركين اللي عندنا يعني واعين، قلبهم كل كبير وابد ما يزعلون من عندي. زين ما يتحملون، يتحملوني يتحملون يعني انا بالذات يعني انا كلش مدوخهم وقاسي وياهم بالجروب، بس مع ذلك انا كلش احبهم وكلهم سواسيه عندنا. نتمنى ان هم يوصلون للنجوميه يا ربي، نتمنى ان نشوفهم بالموسم الجاي، نشوفهم عندهم مسلسلات او برامج، واكيد احنا قناه طليعه ما راح نعوفهم ان شاء الله. شكرا شاء لك دكتور. شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا لكافة الشباب المشاركين، ورمضان خير إن شاء الله عليكم. وأنا أيضا أحب أشكر يحيى السراي بالسي جي، وأيضا الصوت بشار، وأيضا البث فرقان الجليزي، وأيضا تحياتنا للدكتور كريم خنجر وعمار ربيعي اللي هي فكرة وإعداد برنامج كورونيات، وأخيرا شكرا أبو لجين محمد بالإخراج. تحياتي لكم سمير سامي، إلى اللقاء.